بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تو نوريكم كيف تديروا بالنسبة لل نوريكم كيف تديروا بالنسبة للبحث اللي مطلوب منكم. طبعا بالنسبة للبحث تكلمت مع الكلية وقالوا على أساس يبوا النتائج، وآخر يوم يعني على أساس بكرة، يعني عرفت، يعني نهاية يوم بكرة أو عند الصبح نتاع اليوم الثاني أو هكذا، عرفت. فنحن طبعا إذا كان طبعا واحد مثلا اختار مثلا إيش اختار كيف يدير اختار مثلا بحث تتبع الشمس، فشو نديروا صن تراكينج، ندوروا عليه. طبعا انتوا تبي تكتبوا شويه، تبي تكتبوا كتيبه من المواقع، فتكتب صن تراكينج. فطبعا مجرد تكتب صن تراكر او قاعد طلع عندك، فتختار اي شيء، يعني ممكن حتى تشوف مثلا بالصور يطلع لك مجموعه خياراتها من الصور مجموعة، فتشوف انت حاجة مثلا فيها اردينيو، يعني عرفته، تمشي تلقى اي تطبيق فيه اردينيو. هذا طبعا هذا فيه اردينيو واضح من الكرت نتاعه يحكي عليه، عرفت. وممكن تلقى حتى بالعربي، فتقدر تشوف اي واحد من هذين وتكتب منه، يعني عرفت. يعني هذه الطريقة تقدر تمشي ماشي بالطريقة هذه، لان تلقى مثلا اللي يعجبك تبي تزيد سن تراكينج وتحط اردينيو، حط زيد اردينيو اي ار دوي أردوينو. ودير يطلع لك سان تراكن كلها بالأردوينو. هذا صار تاكن بالأردوينو مثلا على سبيل المثال، لو كان نقول لك ونشوفوه، ممكن تبي تزيد مثلا تبيه بلوكي، زيد عليه بلوكي وهكذا، دير بلوكي بي ال او سي كي وهكذا، لوك وهكذا، هذين كلهم يعني تقدر تشوف اي واحد، يعني عرفت. ممكن بلغة تشوف اي واحد فين وتعدي تكتب منه وتاخذ منه معلومات، عرفت. لا يعني هذا تقدر تشوفه وهكذا، تقدر تاخذ هذا نفس العملية، تقدر تشوفه وتاخذ منه معلومات، عرفت. طبعا هذا بالنسبة لي، فتاخذ معلومات تبيها بالعربي يكتب ايش، تتبع شمسي، تتبع شمسي، وتكتب مثلا اردينيوم ولا، وتشوفه طبعا تلقى مجموعة تانية، تتبع شمسي اردينيوم، تلقى مجموعة هذا وحدة مثلا تشوفها مثلا هذه وكذا، وجي تقدر تاخذ منها وتقرا منها وتاخذ منها يعني الصفحة، لان عندنا الصفحة الاولى متاع البحث تبي تحكي على الموضوع نفسه، عرفت. فتقدر تحكي انا مثلا حاكي على القصه وش ندير وما توري وكذا، فتقدر انت تشوف الفيديو وتفهم منه الفكره وتنزلها لي كمحتوى، عرفت ولا لا. هذا الجزء الاول من هذا الجزء الاول بتاع الجزء الاول بتاع الكتابه، يعني عرفت ولا لا. هنا نقدر نشوفه.